التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وفد شركة سي آي سيمنار الهندية للكيماويات، واستعرض الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار. وتعد شركة تي سي آي سيمنار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجانه النوعية المتخصصة في الملفات المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث أكد بدوي أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد. في سوق المال، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليار جنيه. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، مرجعة ذلك إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتراجع التوقعات للاقتصاد الصينية. كما قلصت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 2.25 مليون برميل يومياً.